خلينا نتكلم عن موضوعنا في فقرتنا الأولى من خلال لقائنا مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، هو الدكتور محمود حامد الحصري، مدرس الآثار واللغة المصرية القديمة بجامعة الوادي الجديد. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذة مرة. يعني الناس بتتكلم في أن الألعاب الرياضية عرفت من خلال اليونانيين، لكن احنا عندنا اثارنا المصريه اللي موجوده من الاف السنين بتقول ان المعابد محفور عليها صور للقدماء المصريين وهم بيمارسوا الرياضات المختلفه زي الفروسيه، زي كره اليد، زي الوثب العالي والجمباز والفروسيه، قلنا الفروسيه والعاب الكره المختلفه والهوكي. كلمني حضرتك عن بدايه ممارسه الرياضه. اولا حضرتك، هو الموضوع بتاع الألعاب الرياضية في مصر القديمة ده موضوع مهم جدا وشيق، ولازم كلنا كمصريين يبقى عارفينه والعالم كله يبقى عارف الكلام ده. هو طبعا فكرة الألعاب الأولمبية اتخذت من طبعا من اليونانيين، من جبل أوليمبس الشهير طبعا عندهم، وإن الألعاب دي كانت معمولة لزويس طبعا اللي هو ملك الآلهة بتاعهم، وإن هم أول دورة أولمبية مسجلة عند اليونانيين كانت 776 قبل الميلاد، واستمرت لفترة من الزمن لحد القرن الخامس الميلادي بعد انتشار المسيحية، وبعد كده بدأت تتوقف فترة من الزمن ثم عادت بقوة مرة أخرى. فالناس في اعتقادها أن الألعاب الأولمبية كلها بترجع إلى اليونان، لكن حضرتك لو جيتي بصيتي للمناظر المصورة على جدران المقابر وعلى جدران المعابد المصرية القديمة هتلاقي أن المصريين سبقوا اليونانيين بآلاف السنين. والدليل على كده حضرتك أن أنت عندك في مقابر في سقارة، وعندك مقابر في بني حسن، وعندك المقابر بتاعت وادي الملوك، وادي عندك المقابر اللي هي موجوده في البر الغربي. اغلب المقابر دي بتصور مناظر متعدده للرياضات اللي المصري القديم كان بيمارسها وبيصورها. وانا برضو عايز اقول حاجه مهمه جدا للساده المشاهدين عشان يبقوا عارفينها، ان المصري القديم بدا يفرق ما بين الرياضه كرياضة والترفيه. يعني أنا عندي ألعاب رياضية وعندي ألعاب ترفيهية وعندي ألعاب خاصة بالأطفال، كل ده تم تصويرها على جدران المقابر المصرية القديمة. يعني مثلا حضرتك الناس بتعتقد مثلا إحنا عشان ما يحصلش خلط مثلا ما بين الألعاب وبعضها، الألعاب الرياضية مثلا متمثلة في إيه؟ يعني مثلا حضرتك الإيه؟ المصارعة. عند حضرتك مقابر بني حسن فيها انواع كتيره جدا من المصارعه، عند حضرتك مثلا المبارزه بالسيف موجوده، عند حضرتك رمي السهام موجوده، الصيد بجميع انواعه بقى سواء صيد الاسماك، سواء صيد الحيوانات، سواء صيد الطيور موجود، عند حضرتك برضو الفروسيه، عن كل حاجه، كل الالعاب اللي بتلعب في الاولمبيات حاليا واللي اتلعبت في اولمبياد باريس الفتره اللي فاتت، كل ديت موجوده في مصر القديمه، والمناظر والنصوص المصريه القديمه بتقول الكلام ده. أهمية ممارسة